بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تساؤلات تطرح في العادة حين الحديث عن موارد الاختلاف في داخل الأمة، عن الولاءات وعن التبريات عند هذه الجماعة أو تلك. حينما يكون الحديث عن علي وعن الزهراء سلام الله عليهما، فإن من أوائل التساؤلات هو ما جدوى مثل هذا الحديث. لماذا نتكلم عن التاريخ وقد أصبح من الماضي ولا يعود؟ أليست هنالك موارد خلل في داخل الأمة اليوم ونحن معنيون بذلك؟ فلماذا الانشغال برجال التاريخ ونساء التاريخ؟ وما حدث من الخلاف هنا وهناك؟ أليست الوحدة ما بين أبناء الأمة مطلوبة؟ فلماذا لا نتجنب ما يثير الخلافات وما يثير الأحقاد ما بين الجماعات في داخل الأمة؟ الجواب على ذلك: أولاً، نحن دعاة الوحدة، نحن نطالب الآخرين بأن ينظروا إلى الناس ككل، إما باعتبارهم إخوة في دين أو نظراء في الخلق. نحن من الذين ننادي دائما بأن علينا أن نتعاون مع غيرنا في القواسم المشتركة، ولكن من الضروري أن نطرح هنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الوحدة بحاجة إلى محور، حبات المسبحة إذا لم تكن ضمن هذا الخيط فإنها تتناثر على الأرض. نحن
من الذين ينادون بالعمل بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد من وجود جامعة، لا بد من وجود حبل نتمسك به جميعا فنتحد. من دون وجود محور، من دون وجود جامع، لا يمكن أن ننادي بالوحدة، يكون مجرد شعار لا يسمن ولا يغني من جوع. انظروا ما يجمع بين الناس محاور مختلفة. ربما الوطن يكون جامعاً ما بين الفئات المختلفة، القوانين في هذا المكان أو ذاك تكون جامعة بين الناس، لكن حينما يكون الحديث عن الدين فلا بد أن يكون هنالك شيء ديني، شيء من السماء، شيء من الله، محور من محاور الدين يكون جامعا ما بين الجماعات، لأن القضية قضية دينية وليست قضية مصلحية ترتبط بالاقتصاد أو ترتبط بالمصالح. القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد أن نشخص حبل الله وأن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المسؤول في تبيين الكتاب وفي شرح معانيه لتبينه للناس، لابد أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الحبل الجامع الذي لابد أن نعتصم به حتى لا نتفرق، لأنه من دون هذا الحبل فإن الدعوة إلى الوحدة والتعاون في قضايا دينية ستكون مجرد شعار لا يؤدي إلى نتيجة. ثانيا، نحن لا نتحدث عن التاريخ وعن رجال التاريخ وعن الأنبياء وعن الأوصياء باعتبارها قضايا تاريخية. في التاريخ هنالك الكثير من الرجال والكثير من الحوادث والكثير من الصراعات، لكن ما سمعتم منا ونحن نتحدث مع الناس حولها، إنما نتحدث عن قضايا تاريخية لها ارتباط بحاضرنا وله ارتباط بمستقبلنا. انظروا، إذا أردنا أن نعالج الخلل القائم اليوم في الأمة فنحن بحاجة إلى مراجعة التاريخ، لأن جذور هذا الخلل موجودة في التاريخ. وأنت ترى حينما تراجع اليوم الطبيب وتشرح له مرضا من أمراضك فهو يسألك عن تاريخك، يسألك عن أبيك، يسألك عن أمك، يسألك عن العائلة، وهنا فلسفة وجود طبيب العائلة الذي يعرف الأمراض الموجودة في العائلة ويعرف مواطن الخلل في الجانب الصحي في العائلة. الآن لو أن مريضاً ذهب إلى طبيب وقال: أعاني من وجع في الرأس، أعاني من أوجاع في البطن أو ما شابه ذلك، فسأله الطبيب: كيف عاش أبوك ومما كانت تعاني أمك؟ فيقول: ما دخل ذلك في هذا الأمر؟ ليش الحديث عن الماضي؟ أنا أريد أعالج وضعي الآن. يقول له الطبيب: أحيانا مشكلتك في تاريخ أبيك وفي تاريخ أمك وفي تاريخ العائلة. كذلك الأمر فيما يرتبط بالأمم وبالجماعات، لا يمكن أن تفصل أحدا من تاريخه، لا يمكن أن تفصل الجماعات من الحوادث التي وقعت في التاريخ. أكثر من ذلك، اليوم
لو أن أحدا في دولة تؤمن بالانتخابات والديمقراطية رشح نفسه لكي يكون نائبا عن الناس، فإن الناس يبحثون عن تاريخه، عن طفولته في المدرسة، يسألون أيضا عن عائلته وعن أبيه وأمه. ما دخل ذلك في انتخابه؟ له كل المدخل، لأنه يحمل معه نتاج ماضيه، فما سيفعل في المستقبل هو نتاج ما حدث له في الماضي منذ أيام الطفولة وإلى اليوم. ثم لو كان هذا المنطق منطق لا تتحدث عن التاريخ وعن موارد الخلاف، لو كان هذا صحيحا، فإن علينا أن نلغي التوراة والإنجيل والقرآن، لأن أكثر الحديث في هذه الكتب التي نزلت من السماء هي عن التاريخ. يعني القرآن يتحدث عن آدم وصراعه مع إبليس وما حدث له، وهو تاريخ قديم، بداية البشرية. ما دخل وضعنا الفعلي ببداية البشرية؟ لماذا الحديث عن هابيل وعن قابيل ابني آدم؟ لماذا الحديث عن نوح وإبراهيم وموسى وبني إسرائيل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحروب التي وقعت بين النبي وبين أعدائه، والصراعات التي حدثت في ذلك التاريخ؟ يعني أن يقول أحد لماذا نتحدث عن التاريخ ولا بد من إلغاء الحديث عن الماضي، فلا بد أن نلغي أكثر من ثلثي القرآن الكريم. ورابعا، حديثنا عن الأولياء في الحقيقة حديثان: حديث عن القيم والمثل والمبادئ التي جسدها هؤلاء. أحيانا أحد يتحدث لك عن الصدق، أحيانا يتحدث لك عن نموذج الصادق، أحيانا أحد يتحدث لك عن الشجاعة، أحيانا يتحدث لك عن البطل الشجاع. الحديث عن أولياء الله عز وجل رجالا كانوا أم نساء هو حديث عن القيم، حديث عن المثل، حديث عن المبادئ، وهذا حديث لا يؤثر عليه الزمان، خارج الزمان وخارج المكان. ثم الحديث عن هؤلاء هو حديث عن القدوة، حديث عن النموذج، وكلا الأمرين، أي الحديث عن القيم والمثل والمبادئ والحديث عن القدوة والنموذج، هو فوق الزمان وخارج عن الزمان كما هو خارج عن المكان. يعني لو كان نبي من الأنبياء يعيش في الشرق الأوسط في فلسطين مثلا، وآمن به أناس في أمريكا اللاتينية، هل من حق أحد أن يقول لماذا تؤمن بهذا النبي الذي عاش بعيدا عنك من حيث المكان بآلاف الأميال، أو عاش بعيدا عن زمانك بآلاف السنوات؟ لا، لأن الأنبياء فوق الزمان، لأنهم كانوا يمثلون قيما ومبادئ حقة، وهذه فوق الزمان وفوق المكان. من هنا نجيب على التساؤل الذي يطرح اليوم، وقد رأيته على عدة صفحات في الإنترنت، أنه أنتم تتحدثون عن امرأة عاشت 18 عاما فقط، هل يمكن أن يكون لها هذا الموقع الذي تدعون لها؟ مجرد 18 عاما. في كثير من البلاد فإن الفتاة التي هي في هذا العمر لم تكن قد تزوجت بعد ولم تنجب بعد، كيف تجعلون من امرأة
لم تعش في هذه الحياة إلا 18 عاما باعتبارها سيدة نساء العالمين. الجواب: هل أن العظماء يقاسون بأعمارهم مثلا؟ فكلما زاد عمر أحدهم زاد قيمة في الحياة. عيسى بن مريم حينما رفعه الله إليه كما نعتقد، أو حينما صلب كما يعتقد المسيحيون، كان عمره 32 عاما فقط. هذا النبي الذي هو اليوم مالئ الدنيا وشاغل الناس عاش في هذه الحياة فقط 32 عام. هل هذا هو العظيم الذي يجب أن نتبعه، أم المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام مثلا؟ هل القدوة، الأسوة، العظيم، البطل يقاس بسنوات عمره، أم يقاس بمواقعه ومواقفه وبطولاته وأعماله وأخلاقه؟ ثم ما هي التعليمات التي وردت من السيد المسيح؟ يعني كل ما هنالك حديث عما قاله السيد المسيح في الكتاب المقدس لا يتجاوز 20 صفحة بس. ما فعل المسيح؟ صعد على الجبل، نزل من الجبل، تحدث مع الحواريين، ما علينا الشغل بجانب القصة. ما ورد، ما وصل من الكتاب المقدس على لسان السيد المسيح لا يتجاوز 20 صفحة. وهنالك كتاب طبع اسمه الموسوعة الكبرى في فاطمة الزهراء، أكثر من 30 مجلد لا تحليل فيه، إنما مجرد النصوص وما ورد عن الزهراء سلام الله عليها. كيف يطالبنا البعض بأن لا نتحدث عن الزهراء ولا نبحث عن الزهراء وعندها هذا الكم الهائل من التعليمات، من الرؤى، من البصائر، ابتداء من بصيرة الإيمان بالله، ومرورا ببصيرة الإيمان بالأنبياء، ومرورا أيضا بالأخلاقيات وما يرتبط بعالم الآخرة والتعاليم التي تجعل الإنسان في هذه الحياة مفلحا منجحا. شنو دخلنا في أنه 18 سنة لو 10 سنوات؟ وأغلب العظماء في التاريخ لم تكن لهم أعمار طويلة باستثناء نوح النبي سلام الله عليه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عاش في هذه الحياة 63 عاما، والإمام علي 63 عاما، والإمام الحسين 58 عاما. وإذا ذهبنا إلى بقية الأنبياء أيضا لم تكن لهم أعمار طويلة. فالقضية لا ترتبط بالسنوات التي عاشها الفرد، حتى مريم العذراء عاشت فترة قصيرة من الزمن في هذه الحياة. ثم هنالك 3 موازين لمعرفة موقع الفرد، موقع الفرد في هذه الحياة هي 3 موازين. الميزان الأول: مقام الفرد عند ربه. شوفوا، رب العالمين أحيانا يجعل للحظة قيمة بمقدار التاريخ كله. الآن إذا أخذنا بنظرية بيج بانج، وهو الانفجار الكبير الذي حدث، هي لحظة، أقل من لحظة، جزء من أكثر من مليار جزء من الثانية. هذا الانفجار الكبير الذي يتحدث عنه علماء الفيزياء، علماء الفلك اليوم، إذا تقرؤون عنه، حدث هذا الانفجار في أقل من جزء من مليار جزء من الثانية.
لكن هذه اللحظة كانت مهمة لأنها بداية الخليقة كلها. وأحيانا تجد أن قطعة من الألماس لا يوزن بأكثر من نصف كيلو، قيمة ملايين الدولارات. رب العالمين يعطي لشيء مادي مهما كان صغير قيمة كبيرة، أو في لحظة من اللحظات يقرر أن يخلق الخلق، تلك اللحظة تساوي كل الزمان وكل الدهر. أو في القرآن الكريم نقرأ ليلة القدر خير، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الليلة أفضل من عمر كامل، وألف شهر يعني 80 عام. ليلة واحدة أفضل من 80 عام. إذن 18 عاما بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها، وهي بالنسبة إلينا هي ليلة القدر كما في الروايات، هذه 18 عاما شيء كبير، شيء عظيم. الأمر الثاني والميزان هو صفات هؤلاء ومواقفهم وأعمالهم وبطولاتهم. يعني أحيانا أنت تجد أن أمة من الأمم تكرم جندي، تكرم شخص وتخلي صورته على العملة وتسوي له تماثيل ويذكرون اسمه في كتب المدارس والتاريخ. إذا طالع عمره مو كبير بس قام بعمل بطولي، أنقذ وطن، أصبح نموذج. وإذا كان هنالك شعب لا يجد بطلا في تاريخه فهو يكرم الجندي المجهول، يعني مجرد تمثال في مكان ما ينصب ويقال أنه هذا جندي، ماكو جندي، ماكو شيء مدفون هناك، بس يقال أنه جندي حارس الوطن وقتل من أجل الوطن، يعني جندي افتراضي يقدسونه ويكرمونه حتى يزرعوا في الناس حب الأوطان. هذا ميزان، ميزان البطولات. نحن حينما يكون عندنا أبطال أسطوريين حقيقة كأنهم أساطير، كأنهم أساطير، ولكن كانوا حقائق في التاريخ، عاشوا في هذه الأرض وهذه بطولاتهم، يعني نتنكر لهم لأن فلان لا يرضى، لا يحب، نتنكر لبطولاتنا وأبطالنا ومواقفهم، لماذا؟ ثم نبحث عن جندي مجهول ننصب له تمثال. الميزان الثالث هو مقدار ما يكون الشخص قدوة ونموذج فله قيمة مع قطع النظر عن العمر. مريم ابنة عمران التي أنزل الله سورة باسمها في القرآن الكريم، احنا نعتقد بقدسية حواء وقدسية مريم وقدسية امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، ونؤمن بقدسية آمنة بنت وهب وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت النبي. لكن في القرآن لا نجد فصل سورة لا باسم آمنة أم النبي، ولا باسم خديجة زوجة النبي، ولا باسم فاطمة بنت النبي، لكن هنالك سورة في القرآن الكريم اسمها سورة مريم. قلت لأحدهم فقال ولما لا يوجد في كتابكم المقدس فصل عن أم رسولكم أو زوجة رسولكم أو ابنة رسولكم؟ قلت هذا دليل على أن هذا الكتاب من الله وليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان الكتاب من النبي لتحدث عن أمه وتحدث عن زوجته وتحدث عن ابنته، ونحن نقدس أم رسول الله هذه السيدة الجليلة
التي نزل نور النبي في رحمها، ونقدس خديجة الذي قال النبي عنها: إن الله لم يعوضني عنها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس. ونقدس فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لكن النموذج عندنا هذه النساء المؤمنات الصالحات، بس القرآن يتحدث عن مريم، وربنا اختارها واصطفاها وهي صغيرة السن، ما اختارها في كبرها، ما كانت عجوزة، اختارها وهي صغيرة، وخاطبها: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في الحديث عن الإمام الباقر: اصطفاك من ذرية الأنبياء، وطهرك من السفاح، واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل. يعني ليش مرتين رب العالمين يجيب كلمة اصطفى؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك من ذرية الأنبياء، طهرك من السفاح، واصطفاك لولادة عيسى ابنك. الله عصم مريم ويقول عنها: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. ومريم كانت النموذج ولا تزال. مريم عبدت ربها كما يلزم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لها قيمة عند الله لأن الله اصطفاها، لها قيمة عند الله لأنها كانت عفيفة ومثالا للعفة، لها قيمة عند الله لأنها عبدت ربها، فرب العالمين أمرها بأن تكون قانتة لربها وساجدة وراكعة. سؤال: ما دخل كل هذا الحديث في فاطمة؟ يقول الحديث الشريف: فاطمة الزهراء هي مريم الكبرى. كانت مريم سيدة نساء عالمها، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هل الله اصطفى فاطمة؟ نعم، كما اصطفى مريم فكانت من ذرية الأنبياء، فإن فاطمة من ذرية السيد الأنبياء وسيد الرسل. الفخر الرازي هذا المفسر المعروف يقول في كتابه أن الله حينما قال سيدة نساء العالمين عن مريم لا داعي لتجاوز الظاهر، الظاهر يعني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يريد يضرب قضية أن فاطمة سيدة نساء العالمين، مريم سيدة نساء العالمين وليست فاطمة سلام الله عليها. يقول: إن الله اصطفاها على نساء العالمين في كل وقت، وغير ذلك خلاف الظاهر. جواب بسيط جدا: النبي هل هو أفضل الأنبياء أم لا؟ إذا كان النبي أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء، فإن النبي يقول: فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي. الجزء، إذا الكل كان أفضل فالجزء أيضا أفضل. نبينا أفضل الأنبياء، وفاطمة بضعة من النبي، وفاطمة روحه التي بين جنبيه. إذن ليست فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين فقط، وإنما هي سيدة الرجال من الأولين والآخرين أيضا، لأنها بضعة رسول الله والروح التي بين جنبيه. نحن نعتقد أن فاطمة ليست فقط سيدة نساء العالمين، إنما هي سيدة رجال العالمين أيضا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا جواب على فخر الرازي، يقول ظاهر الآية أن مريم سيدة نساء العالمين، زين، إذا نراجع بقية الآيات ربنا يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا
وآل إبراهيم على العالمين. يعني آدم أفضل من النبي، خاتم الأنبياء، أول النبيين ميثاقا وآخر النبيين مبعثا. هل أن نوح وآل إبراهيم أفضل من النبي؟ والله يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين. أو يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فهل أن موسى أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قطعا لا، لا يقول به مسلم، لا يقول به مؤمن بالقرآن. إذن حينما يتحدث الله عن مريم وهي امرأة مقدسة عندنا بلا شك ولا شبهة ونموذج عظيم، حينما يتحدث الله أنها سيدة نساء العالمين، فالمقصود كما في قضية آدم وقضية نوح وآل إبراهيم نساء عالمها، كما في قضية موسى الذي اصطفاه الله على الناس الذين عاصروه وليس على جميع العالمين. هنا قد يأتي سؤال أنه نحن مكلفون بأن نصلي على النبي وعلى آل النبي، مكلفون. اللهم صل على محمد صلواتنا لا تقبل بدون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل حينما نقول اللهم صل على مثلا محمد، حتى لو ما قلنا وعلى أهل بيته، اللهم صل على محمد وآله، ما قلنا وآله، هذه الكلمة تشمل فاطمة الزهراء؟ بنص الحديث السابق أن فاطمة بضعة من رسول الله وروحه التي بين جنبيه، فحينما تصلي على النبي طبيعيا صليت على فاطمة الزهراء. أضف إلى ذلك أن من أظهر المصادق في الآل هو ابن الإنسان وبنت الإنسان، أظهر مصداق لآل الرجل هو ابنه هو بنته، أظهر مصداق آل فلان يعني أولاد فلان مو زوجاتهم. ذكرت ذلك مرة، حينما نقول آل سعود نقصد زوجات هؤلاء الملوك أو نقصد أولادهم؟ حينما نتحدث عن آل فنتحدث عن الأولاد ونتحدث عن النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فصل بيني وبين آلي بعلى فقد جفاني. غريب، الروايات دقيقة، كلام النبي كلام الوحي، يقول حينما تصلي علي صل على آلي بدون وعلى، يعني تقول اللهم صل على محمد وآل محمد مو على آل محمد، لأن لازم ما تفصل بين النبي وبين آله بكلمة على، وإنما بواو العطف فقط. من فصل بيني وبين آلي بعلا فقد جفاني. والحديث المعروف لا تصلوا علي صلاة البتراء، قيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي. اللهم صل على محمد. وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتسكتون. لازم ما تسكت، تضيف وآل محمد، وهذا شرط لقبول الصلاة. الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج كل مؤمن، الصلاة شرط الإيمان، شرط الارتباط بالسماء وبالله عز وجل، لكن الآل جزء من الصلاة. وبإجماع المسلمين من ترك الصلاة على آل النبي فصلاته باطلة قطعا، وبإجماع المسلمين من أضاف إلى الصلاة على النبي الصلاة على صحابته فقد زيد في الصلاة وصلاته باطلة. يعني وجود الآل شرط لقبول الصلاة، والزيادة على الآل
دليله بطلان الصلاة. فالمطلوب أن تصلي على النبي وعلى آل النبي، وأقرب شيء إلى رسول الله أولاده وبناته. طبعا النبي ما كان عنده إلا إبراهيم الذي مات في صغر سنه، وذرية النبي من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سؤال أيضا يطرح في مثل هذا الحديث، هل صحيح أن الزهراء سلام الله عليها تعرضت للظلم أم لا؟ الجواب بعيدا عن الظلم، أنا أسأل، هل حصلت فاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها على التكريم اللائق بها؟ دع عنك الظلم، أليس يكرم المرء في ولده؟ هل حصلت على التكريم؟ هل قرأتم في التاريخ أنه بعد رسول الله جاء الصحابة إلى بيت فاطمة يعزونها بأبيها، يكرمونها، يرفعون من شأنها؟ هل سمعتم؟ هل هذا موجود في كتب التاريخ؟ ليش ما كرمت فاطمة؟ إذا مات رجل يعني من الطبيعي عند جميع الأمم أن يذهب الناس حتى يأخذون خاطر أولاده، ما عند أولاد عند بنية يروحون عند البنية، النساء الرجال يروحون يعزوها. هل سمعتم عن تكريم فاطمة؟ لماذا لم تكرم؟ هذا أولا. ثانيا، النبي كان لا يزال مسجى في بيته، رئيس دولة، قائد جيش، آخر الأنبياء، توفاه الله مسجى في البيت، مفروض الرجال وين؟ حوله، عنده، مو في مكان آخر، مفروض ينشغلون به. الآن لو أي أمير ما إلى قيمة على قرية من القرى مات، فإن الناس الذين كانوا حوله يجتمعون في بيته، أول شيء يشيعوه يدفنوه، بعدين يروحون على شؤونهم. مو أنه النبي مسجى والبعض رايح وراء السلطة وما عنده شغل لا بالنبي ولا بأهل بيت النبي، يعني شلون تفسر ذاك؟ أنا سمعت واحد من عندهم يبرر، قال شوفوا إيش قد السلطة مهمة، تركوا النبي، سلطة أهم من الدين، سلطة أهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يترك مسجى فلا يصلون عليه ولا يشيعونه ولا يحضرون دفنه، ليش؟ شنو صاير؟ خايفين من شنو؟ من شنو خايف؟ زين. ثانيا، فاطمة تقول أنها ظلمت. اليوم في العالم كله لو أن امرأة قالت أنها تعرضت للتحرش يقبل كلامها، على أقل التقادير يحقق في هذا الأمر. أكو امرأة في عالمنا اليوم تأتي وتقول يا ناس أنا ظلمت، أخذوا حقي، ولا يحقق أحد في هذا الأمر. المرأة إذا تحدثت عن ظلامتها فالكل يأخذ بكلامها أحيانا بلا دليل. خلي أي امرأة اليوم تتصل بالشرطة بالبوليس وتقول أنا معرضة للظلم، للعدوان، للضرب، لمصادرة حقي من قبل أقرب الناس إلي، من قبل زوجي أو من قبل أولادي، الشرطة يتدخلون ولا ما يتدخلون؟ فاطمة تقول أنا ظلمت، أنا ظلمت، وتقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وانت تتساءل هل ظلمت أم لم تظلم؟ الإمام علي حينما يؤبن فاطمة الزهراء في وفاتها يتحدث عن زفراتها. زفرة شنو؟ زفرة هي الآه التي يقولها الشخص في المصيبة، يقول نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. تقول يا أبتاه أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبح الناس عنا معرضين. ثالثا،
وقاع التاريخ تتحدث عن ظلامة الزهراء. الآن واحد يريد يغمض عينه ويقول كذب، خليه يقول، بس الوقائع في كتب التاريخ موجودة. أولا، تعرضت فاطمة الزهراء لمصادرة نحلتها، فدك ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحلها لابنته. الآن البعض يقول في مقابل أموال خديجة أم فاطمة الزهراء التي أعطت كل أموالها لرسول الله وأنفقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان يتيم أبي طالب لم يكن يملك مالا، وكانت خديجة سيدة قريش وأكثر من يملك الأموال. النبي هم في مقابل تلك الخدمات، في مقابل تلك الأموال، نحل فاطمة الزهراء فدك، أهداها لابنته. لكن هذه النحلة أخذت من فاطمة الزهراء، إنما عاشر الأنبياء لا نورث، وورث سليمان وداود بخلاف نص القرآن، ما علينا، أعطوها هدية، أعطوها هدية لفاطمة. هي تقول إن أبي نحلني أهداني فدك، أعطوها لها قحط، شو يصير يعني؟ شنو الخسارة بالنسبة للدولة؟ زين، تعرضت فاطمة للتكذيب وتكذيب زوجها وابنتيها حينما جاءت بالشهود، علي والحسن والحسين، وعلي من تعرفون ومن تثقون، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، كلهم جايين يكذبون، ليش تكذبوهم؟ والحديث الذي رووه إنا معاشر الأنبياء لا نورث بخلاف نصوص القرآن في الأنبياء، لم يروه أحد قط إلا من نقلها، يعني ما حد سمع. أنت جيب شهود، أنت تدعي هذه عدها شهود، هي ابنة رسول الله، وطبيعي البنت ترث من أبوها، ولا ما ترث في قوانين اليوم؟ إذا رجل مات ما عنده إلا بنية، ما يعطوها شيء؟ وليش لا نورث؟ وزوجها يقول، وأولاده يقولون لا هذا مو صحيح، حديث من عندهم ومشوا. فاطمة تعرضت للضرب وتعرضت للإهانة في وسط الشارع، تعرض باب بيتها للحرق، تعرضت لإسقاط جنينها محسن نتيجة وجودها وراء الباب. فاطمة منعت من البكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرجل في رسالة كتبها إلى معاوية يخبره بما فعل، أنا أقرأ لك نص، يقول: فأتيت داره، دار علي، اتفقوا على السلطة، الآن يردون يأخذون بيعة، بيعة بالقوة طبعا من أهل بيت النبي، فأتيت داره لإخراجه منها، فرأيت فضة، فقلت لها: قولي لعلي يخرج إلى البيعة فقد اجتمع عليه المسلمون على صاحبنا. فقالت: إن أمير المؤمنين عليا مشغول. فقلت: خلي عنك هذا، وقولي له يخرج، وإلا دخلنا عليه وأخرجناه كرها. فخرجت فاطمة، الحديث مع فضة، وإذا بفاطمة تخرج، ووقفت وراء الباب، فقالت: أيها الضالون، ما الذي تريدون؟ فقلت: يا فاطمة، ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس وراء الحجاب؟ فقالت: طغيانك أخرجني، طغيانك أخرجني وألزمك الحجة. فقلت: دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء، قولي لعلي يخرج. فقالت: لا حب ولا كرامة، أنا مو مأمورة عندك، روحي جيبي علي، أروح أجيب علي، لا حب ولا كرامة. فقلت: إن لم يخرج جئت بالحطب وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت، أهل بيت النبي. فقالت: أبي حزب الشيطان تخوفني؟
فقلت إني مضرمها، فضربت فاطمة يدها على الباب تمنعني من فتحه، فضربت كفها وأخذت الصوت من قنفذ فضربتها فآلمها، فسمعت لها زفيرا فكدت أن أليم. يوم اللي سمعت نداءها وزفيرها وأنينها كدت أن أليم، فذكرت أحقاد علي وولعه في دماء صناديد العرب، فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه، فصرخت وقالت يا أبتاه يا رسول الله أهكذا يفعل بحبيبتك؟ ثم قالت آه يا فضة إليك فخذيني، فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل. وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار، فدفعت الباب ودخلت، فأقبلت إلي بوجه عبوس، يعني طالعتني حسب تعبيرنا خنزرت في عيني، فصفقت على خدها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثر على الأرض. شوف الروايات التي ينقلها المؤرخون، جاء بالنار، قيل إن في البيت لفاطمة، قال وين وين؟ رجل يأتي يريد رجال في البيت، تطلع بنية، تطلع مرة، يحرق الباب، يدفع الباب، هذا بالتاريخ أنتم سامعي، صغير بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر المعروف حافظ إبراهيم عند فرد قصيدة، روحوا على الإنترنت اضرب القصيدة العمرية في ويكيبيديا في مختلف الأماكن، يضرب بهذه القصيدة مثل في مدح الرجل. هذا الشاعر يقول: وقولة لعلي، ده يمدح الخليفة الثاني، يقول: وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها. السامع كريم علي، أكرم بسامعها، أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع، وبنت المصطفى فيها. شلون يمدحها؟ ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. غير هذا ما حد يقدر يقول هذا الكلام لعلي، سبحان الله. ضرب الله مثلا، شوف القرآن متوازن، يجيب الصالحين ويجيب غير الصالحين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. مو مهم المرأة تكون تحت من، المرأة صالحة أم غير صالحة. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.